مضى عندنا وقت ومطالبين انه نسوي لكم فد 4 كويزات على الاقل حتى درجتكم، اللي مثلا اخفق في كويز يقدر يعدل درجته الكويز القادم. ما اخفيكم سر، المختبر الاول او الكويز الاول كانت درجاتكم ضعيفه، توقعت انه يصير يعني تحسن ملحوظ باعتبار اني جبت لكم اسئله بسيطه بالنسبه لي، جبت اسئله جدا بسيطه ومباشره، كثير من عندكم ما مجاوب، اكو مجاوبين واكو ماخذين درجات بس كثير من عندكم مجاوبين. انا بالنسبه لي جماعتي جماعه الاحد اللي امتحنوا الاحد درجاتهم يقدرون يمرون على المختبر ياخذوها من المعيدين كملتها. بعد عندنا على الاقل كويزين، وقت ما عندنا تعرفون انتو يعني 15 واحد لازم احنا مسلمين السعيات، مكملين كل الدرجات نعرضها عليكم تشوفون درجاتكم في حالك اعتراض قبل التسليم النهائي. اوكي شباب الكل صوت واضح وصوره عده طالعه، اكدوا لي شباب لا يزحم عليكم. نعم دكتور. نعم دكتور. تمام شباب ان شاء الله ما نطول، الموضوع بسيط، عندنا هذا الاسبوع شغل، يعني شغل راح تشتغلون هذا الاسبوع، مو فقط يعني جزء نظري، لا راح تشتغلون. اكو تقييم، هذا التقييم الاخير لكم، التقييم الرابع. طبعا تقييم درجات التقييم راح يكون عليها 5 درجات، درجات التقييم العملي راح يكون عليها 5 درجات، الكويزات راح تكون عليها 18 ودرجتين على الحضور تطلع درجه من 25. اوكي نبلش اليوم الابي 20 سيستم اند انتيبايوتكس اسبتابيلتي تيست. اللي اخذناه بالمختبر السادس والسابع هي عباره عن تفاعلات كيميائيه مسؤول عنها اما انزيم يكون موجود بالبكتيريا مرت علينا خلال المختبرات السابقه، او يكون تفاعل لوني مسؤول عن بي اتش انديكيتر او ريجنت معين. النتيجه يا اما يكون تفاعل لوني، غالبا اغلب التفاعلات اللي مرت علينا هي تفاعلات لونيه بالاضافه الى تفاعلات اخرى. المتخصصين شافوا انه يجمعون كل هذا السيت مال بايو كيميكال تيست ال 14 او 15 تيست اللي مرت او اكثر اللي مرت علينا بالمختبرات السابقه، يجمعوها بسيستم معين سموه الابي 20 سيستم. هذا الابي 20 سيستم تمر البكتيريا بكل التفاعلات اللي مرت علينا سابقا، يسوي لهم اياه بسيت واحد، شريط واحد راح يمر علينا ونشوفه. شنو هو هذا الابي 20 سيستم؟ هو عباره عن سترب، عباره عن شريط لتشخيص الانتيروبكتراسيا فاميلي. اوكي؟ اند جرام نيجاتيف رود. تمام؟ شلون راح نشتغله؟ هذا عباره عن انه نسوي سسبنشن للبكتيريا، نسوي معلق من البكتيريا، ونحقن البكتيريا في كبسولات تكون حاويه على هذا التفاعل، او حاويه على الميديا الخاصه بهذا التيست. تمام؟ زين. بيها 21 كبسولة، راح نشوف ايش كل شريط في 21 كبسولة، واتفقنا انه راح نعتمد على شنو؟ نعتمد على الانزيماتيك اكتيفيتي، انه اكو تفاعل انزيمي، كل بكتيريا قلنا من الانتيروبكتراسيا تكون حاوية على انزيم معين، من خلال هذا الانزيم راح تسوي في الظاهرة معينة احنا راح نكشفها من خلالها. زين. واتفقنا انه راح يصير غالبا هو تفاعل لوني ناتج اما عن تخمر السكر او الكربوهيدرات، تخمر السكر، وبوجود البي اتش انديكيتر راح يتحسس لاي تفاعل لوني ناتج عن تخمر السكر، مثل ما اتفقنا اي تخمر سكري راح ينتج عنه اسيد. اوكي؟ وبالتالي الاسيد هذا راح يتحسس للبي اتش انديكيتر ويقلب لون الوسط. زين هذه مكونات السترب، راح نشوف صوره له، راح نشوف صوره له. غالبا حاليا المستشفيات التعليميه والمؤسسات البحثيه بدات تعتمد على هذا السترب في الكشف عن نوع البكتيريا، لانه السترب يعتبر سريع، نتائجه يعني سعره مناسب ونتائجه دقيقه جدا. طيب هذا هو الشريط، هذا هو الشريط، شريط طوله تقريبا 25 سنتيم،
هاي الكبسولات اللي تلاحظوها امامكم، الكبسولات كل كبسوله بيها ماده معينه. على سبيل المثال يا اما تكون مثلا حاويه على مثلا اليوريز تيست، ماده اليوريز هي نفسها، او البيبتون موتر اللي خاص مثلا بالمثير ريد تيست، او مثلا يعني الاوكسيديز تيست او الجيلاتينيز تيست. وكل وحده دا تشوفون تحتها اكو مختصر. على سبيل المثال رقم 8 اعتقد 1 2 3 4 5 6، رقم 6 من اليسار راح تشوفون انه تحته اكو H2S. H2S من يقول لي H2S هنا وين راح نستفاد من عنده؟ ترى البل تحطيم اللي نستفاد من البل بها كشف مياه بكتيريا سالمونيلا. الكشف السالمونيلا وال ممتاز سالمونيلا. طيب نشوف مثلا الاوكسيديز، وين راح نلاحظ الاوكسيديز؟ سيدومونات ايريجينات نيسيرة. ممتاز اعتقد عبد الملك اللي يجاوبني مو صحيح؟ نعم دكتور. نعم عاشت ايدك عبد الملك. زين عبد الملك ذكرني ان شاء الله بالمختبر بلاس 1، انت مشاركاتك ان شاء الله مشاركاتك لطيفه بالمختبر ان شاء الله، ذكرني انه بلاس 1 بونص لك ان شاء الله دكتور. تمام زين، هذا شريط الابي 20 سيستم. اوكي راح نجي بالمايكرو بايبيت، تذكروني المايكرو بايبيت اللي نسحب بيها البكتيريال سسبنشن، هذا المعلق اللي سويناه. راح نبدي تشوفون انه هذا الشريط كبسوله مفتوحه من الفوق، يعني من فوق مفتوحه تمام، هون مفتوحه. طبعا هذا يجي عباره عن كت من الشركه المصنعه. اوكي يعني مثلا على سبيل المثال هذا تصنيع مال شركه بايوميركس، شركه جدا معروفه بمجالات التيستات المختبريه البايوميركس. احنا ايش راح نسوي؟ راح يجينا هذا الشريط ويا كتاب، هو عباره عن ريفرنس، كتاب عباره عن ريفرنس تمام. راح يعطينا الدايركشن، يعطينا التوجيهات والتعليمات كيفيه استخدام هذا الشريط. راح نسوي البكتيريا، نسوي لها معلق او سسبنشن. اوكي ونجي نستخدم المايكرو بايبيت، نسحب هذا السسبنشن ونحقن في كل كبسوله كميه معينه من البكتيريا تمام. نرجع للتعليمات، على سبيل المثال يقول مثلا الكبسوله رقم الاندول مثلا او الفي بي او اليوريز نمبر 6 نمبر 7 تحتاج انه تغلق لانه لازم ظروف لا هوائيه. راح نلاحظ انه راح يجي يا ماده شمعيه ويا الكت ماده شمعيه، هاي تستخدم في اغلاق الفتحه، اغلاق فتحه الكبسوله تمام. ويا شباب؟ نعم دكتور. تمام ورا ما نضيف البكتيريا، واذا اكو اضافات اخرى حسب التعليمات مال الكيت راح نخليها 24 hours. تلاحظون الجزء الاسفل، من الشريط، تشوفون اكو هذا الشريط اللي بي زائد ناقص زائد ناقص، انتبهتوا له اللي جوا؟ نعم نعم دكتور. ان شاء الله بالمختبر راح اعلمكم شلون تقرون الشريط، وهذا طبعا سؤال مهم جدا. هذا الشريط، شلون راح نقراه؟ راح نعزل كل ثلاث كبسولات على حده، تمام، ونجي نسجل. وان هاي يمكن شويه راح تشوفوها صعبه الا لازم اشرح لكم اياها على السبوره، انا راح اعيد لكم لانه ما راح يفتهمها بالمختبر، راح اشرح لها. كل ثلاث كبسولات راح نعزلها على حده، راح نلاحظ اكو ست كبسولات يعني ست مجامع. اوكي السابع راح يكون مؤلف من كبسولتين اعتقد. ايش راح نسوي؟ هذني الثلاثه، كل ثلاثه راح نشوف الأول إذا كان موجب ننطيه نمبر 1، إذا كان سالب ننطيه 0، الثاني موجب ننطيه 2، إذا سالب ننطيه 0، الثالث
ننطي 4 إذا موجب، وإذا سالب ننطي 0. تعالوا خلينا نجمع الثلاث نقاط هنا يعني ايش قد راح يصير. 1 2 4 واحد اثنين أربعة، إذا ثلاثة هن موجبة راح يصير 1 2 4 مجموعهن 7 صح؟ شباب أعيد، كل ثلاث كبسولات عزلتهن على حدة مثل الشريط اللي بالأسفل، الشريط اللي بالأسفل. نجي نسجل إحنا ملاحظاتنا، هذا الشريط يجي فارغ، إحنا نجي نسجل ملاحظاتنا. إذا تيست موجب يعني مثلا صار تفاعل لوني او اي شيء احنا اللي تعلمناه بالبايوكيميكال سابقا راح نعطيه موجب. يعني على سبيل المثال اول ثلاثه من اليسار لو فرضنا انه موجب سالب موجب، الكبسوله الاولى تمثل رقم 1، الكبسوله الثانيه تمثل رقم 2، الكبسوله الثالثه تمثل رقم 4. اذا موجبه مثل هذا الرقم، اذا سالبه مثل صفر. يعني مثلا لو صارت عندنا مثلا الكبسولة الأولى 1، الكبسولة الثانية سالب إذا صفر، الكبسولة الثالثة 4 هم موجب، لأن 1 بعدين نجمع الأرقام اللي طلعت عندنا، 1 + 4 يساوي 5. تمام، إحنا راح يطلع عندنا كود بالأخير، كود مؤلف من 7 أرقام، كود مؤلف من 7 أرقام. هذا الكود راح ناخذه يجي ويا الكيت ريفرنس، على اساس هذا الكود راح نبحث عن الريفرنس اللي ماثل هذا الكود راح تطلع لنا البكتيريا. هذا التيست كلش سبيسيفيك، يعني ده يقرا على اساس الجينس والسبيشيز، يعني ده يعطينا نتائج على اساس الجينس والسبيشيز سبيسيفيكلي جدا. اوكي، لذلك هو معتمد اليوم بالمختبرات التعليميه والمختبرات المركزيه. شباب فهمتوا ولا لا؟ تمام دكتور، تمام فهمتوا؟ نعم. تمام نعم. احنا راح نعيده شباب، يعني على سبيل المثال يعني 4 5 6 من اليسار مثل رقم التليفون، الكبسوله الرابعه والخامسه والسادسه مثلا، نجي نشوف لو فرضنا انه هي موجب سالب سالب ايش قد راح يكون الرقم؟ بس 1. نعم عاشت ايدك، بس 1. نعم بس 1. اوكي، من هناك كان عندنا 5، 3 4 يعني ثاني ثلاث كبسولات كان 1. نجي على رقم 7 8 9، لو فرضنا انه سالب سالب موجب ايش قد راح يكون الرقم؟ يعني بس 4 4 4 4. ممتاز، وهكذا. اذا ثلاثه الموجب 7 7 7. جود، ممتاز 7. بالاخير راح نشوف كود مؤلف من 7 ارقام، راح نشوف كود مؤلف من 7 ارقام. هذا الكود ناخذه ونروح للرفرنس الكتاب اللي يجي ويا الكيت ونبحث عن البكتيريا اللي تماثل هذا الرقم. واضح شباب؟ هذا هو الابي 20. نعم. نعم. يعني الرقم الموجب نعطي 1 أو 4. الموجب بصفر، بس الموجب حسب ما يمثله. احنا مو كل ثلاث كبسولات عزلناهم على صفحه، الكبسوله الاولى تمثلها رقم 1، الكبسوله الثانيه تمثلها رقم 2، الكبسوله الثالثه تمثلها رقم 4. هذه في حاله اذا كانت اذا كانت موجبه نعطيها هاي الارقام، واذا كانت سالبه نعطيها صفر. بعدين ايش راح نسوي؟ إذا أكون أكثر من موجب نجمع الرقم النهائي. يعني إذا كان مثلا موجب سالب موجب راح نقول الأول موجب إذا 1، الثاني سالب 0، الثالث موجب 4 إذا 1 + 4 = 5، وهكذا. إذا سالب 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 0. تمام؟ واضح؟ وهاي الصورة للكيت شباب، هاي الصورة للكيت. شوفوا هنا يقول لك هذا النيجاتيف والبوزيتيف، تفاعلات لونية غالبا هو راح يكون تفاعل لوني. تمام شباب، تفاعلات لونية مثل ما مرت علينا سابقا. هذا هو الـ EPI 20 سيستم سترب موجود بالمختبرات حاليا. في هنا اكو سؤال شباب؟ واضح هذا تمام. اوكي واضح. هذا شلون راح
هذا باع شباب هذا هنا هذا الكيت يجي ويا هاي الاوراق تجي ويا هاي الاوليات الريفرنس اللي يعتمدوها المختبرين باظهار نتائج. زين نجي على موضوع مهم جدا اللي راح نشتغله ان شاء الله الاسبوع القادم وراح تقيمون على اساسه التقييم النهائي. هذا اخر تقييم بالنسبه لكم راح تكون هذه الدرجه من 5. حافظوا عليها شباب حاولوا انه تلتزمون بالحضور لانه هاي الحضور والتقييمات راح يكون عليها 7 درجات درجه مو قليله. زين زين الانتيبايوتيك سنسيتيفيتي تيست اليوم العالم كله مهتم بما يسمى بالاميرجينج اوف مالتي ريزيست بكتيريا البكتيريا المقاومه للمضادات الحيويه صارت مشكله عالميه. اوكي ويعني حقيقه هي مو فقط مشكله وانما هي يعني كرايسيس لا تقل اهميه عن ما مر من جائحه كورونا. المقاومه للمضادات الحيويه نتيجه للميسيوز اور اوفريوز الاستخدام الخاطئ للانتيبايوتيك. عالميا لا يوجد شيء اسمه تبضع من الصيدليه بالانتيبايوتيك. هذا فقط عندنا هنا للاسف بالعراق انه المريض ممكن يتعاطى او يستخدم الانتيبايوتيك رفلي بدون وصفه طبيه وهاي عالميا ممنوعه استخدام اي مضاد حيوي دون وصفه طبيه. الاستخدام الخاطئ للانتيبايوتيك سبب من ظهور ازلاد جديده للبكتيريا تكون مقاومه للمضادات الحيويه. واعتقد انتم مرات عليكم بالنظري انه البكتيريا تستطيع تطوير مقاومه ضد الانتيبايوتيك مو صحيح؟ نعم دكتور ريزيستنس يسوي بالنسبه للبنسلين والسيفالوسفورين والبيتا لاكتامرينج اذا تذكروها. زين اليوم الطبيب بيسوي ريفيرال للمختبر يطلب انه يسوي كلتشر احنا نسميه كلتشر زرع للبكتيريا. اليوم اكو انفكشن اصاب به البيشنت من يروح يفحص الطبيب بيشوف انه اكو انفكشن ولكن الطبيب ما راح ينطي الانتيبايوتيك رفلي وانما يريد ينطي انتيبايوتيك هو سبيسيفيك فور ذيس بكتيريا. لكل انتيبايوتيك حسب العوالي اللي اخذناها بالنظري لا تتذكروها هي تكون سبيسيفيك فور سبيسيفيك تايب اوف بكتيريا. تمام فعلى هذا الاساس راح يسوي ريفيرال للمختبر انه يا بيسوي له كلتشر اند انتيبايوتيك سنسيتيفيتي تيست او سسبتبلتي تيست. سووا له هذا الكلتشر زرع شوفوا لي شنو نوع البكتيريا وشنو الانتيبايوتيك اللي يشتغل عليها هل هي طورت مقاومات او مقاومه ضد الانتيبايوتيك سبيسيفيك انتيبايوتيك. تمام لذلك نلاحظ ان الاطباء بين فتره واخرى بيسوون موديفيكيشن يحاولون يغيرون من الانتيبايوتيك بيشوفون انه الانتيبايوتيك يعني بدا مثلا يفقد خلينا نقول كفاءته ضد الايرادكيشن فور ذيس فاكتور. تمام شلون راح نسوي هذا الانتيبايوتيك سنسيتيفيتي تيست؟ بالبدايه راح نزرع البكتيريا راح نشخص البكتيريا بالمختبرات السابقه السابعه اللي مرت علينا كلها اتفقنا عرفنا شلون راح نسوي تشخيص للبكتيريا ايدنتيفيكيشن من السمبل ستين وصعودا الى ان وصلنا البايوكيميكال تيست شلون راح نسوي تشخيص للبكتيريا. بعدين هنا راح نجي بعد التشخيص الاولي عرفنا على سبيل المثال هي ستاف اوريوس او اشريشيا كولاي او 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 حسب نوع البكتيريا راح نجي نسوي لها انتيبايوتيك سنسيتيفيتي تيست الى اسم ثاني اسمه الكيربي باور ميثود هذا اللي يهمنا الكيربي باور ميثود. طبعا اهميه هذا الفحص لمعرفه السنسيتيفيتي او الريزيستنت اوف باثوجينيك بكتيريا. اخوان هذا الموضوع جدا مهم. هذا اليوم اكو مشكله عالميه
وبالنسبه للمتخصصين اليوم هذا قلقهم مساله انه تطوير البكتيريا لمضادات او مقاومه للانتيبايوتيك، لانه بدا يعني الاجيال الانتيبايوتيك بدت تقل تطويرها، يعني الاجيال انتهت، يعني بدينا الجيل الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، والى متى راح نوصل مرحله راح تتوقف انتاج وتطوير الانتيبايوتيك، وبالتالي راح تصير مشكله المريض اذا اصيب بنوع من الانفكشن، خصوصا اكو سيفير انفكشن، قد انه المريض ما راح يلحقون عليه. على سبيل المثال يعني السبسز اللي دي يصير التسمم الدموي، راح نلاحظ انه المريض راح يبدي يدخل في مرحله الكوما بظرف 3 أو 4 أيام نتيجه انتشار البكتيريا وتسمم الدم، ويعني يا اما الطبيب يا اما راح يتلاحق لهذا المريض او ما راح يتلاحق له. كثير من الحالات يعني شاهدتها بعيني يعني، يعني خلال 3 أيام شخص اصيب وصلت البكتيريا للدم وانتشرت في كل الجسم وما تلاحقوا له، مات خلال 72 ساعة. المسألة خطيرة جدا. الموضوع يعني موضوع اليوم العالم كله منطيفة أولوية قصوى. تمام، نرجع موضوعنا. احنا هنا طبعا راح نستخدم ميديا خاصة اسمها المولر هينتون أجار. هاي الميديا هي خاصة لهذا التيست، المولر هينتون أجار. شو راح نسوي؟ راح اشوف صورة وبعدين نرجع. هاي هي صورة الانتيبايتك سنسيتيفيتي تيست. طبعا الانتيبايتك يجي على شريط على شكل على شكل ديسك، قرص صغير مثل ما تلاحظونه هذا الابيض. قرص هذا يكون امبرجنيتد يعني مغمس بالعربي او مغمور في انتيبايتك معين، على سبيل المثال الامبيسيلين او الديفرومايسين او الجنتامايسين او الاريثرومايسين. هذا قبل ما نخلي الانتيبايتك نزرعها على هذا الطبق بطريقه فرش الحصيره، بحيث نضمن انه كل اجزاء الطبق صار عليها هذا اللون. احنا نسميه بالعربي اللون، يعني تجي حصيره لون، اوكي، فرشه. تمام، راح نزرع على كل اجزاء الطبق البكتيريا، نفرشها، ننتظر قليلا الى ان يعني تاخذ قرارها البكتيريا على الميديا. اتفقنا ان الميديا هي المولر هينتون أجار. بعدين راح نستخدم فورسبس. شنو هو الفورسبس شباب؟ شنو هو الفورسبس؟ ما حد يعرف الفورسبس شباب؟ فورسبس شنو بالانجليزي؟ ملقط معدني، ملقط حديد او يعني ستانلس ستيل. هذا بالبدايه راح نعقم الراس مالته، نعقمه على الفليم، اوكي، راح نعقم على الفليم، وبعدين راح نبدي ناخذ الانتيبايوتيك، هذا الشريط الانتيبايوتيك، هذا القرص، ونضعه جنتلي بصوره لطيفه جدا يعني على رهاوه ايدنا، نخليه على سطح الميديا بعد ما فرشنا عليها البكتيريا. ورا كل خطوه، قبل كل خطوه لازم نعقم الفورسبس. شلون ما استخدمنا اللوب مو قبل وبعد نعقم اللوب، هنا نفس الحاله راح نعقم الفورسبس بعد وقبل استخدامه. راح نضع الشريط هذا القرص الانتيبايوتيك. طبعا هنا لازم الحذر في عمليه وضع الديسك، انه حتى لان اكو منطقه نسميها منطقه الانهبيشن زون، انهبيشن زون منطقه التثبيط او منطقه قتل البكتيريا. هنا لازم ما نخلي الانتيبايوتيك قريب على بعض. تمام، نخلي تقريبا من 7 إلى 9 انتيبايتيكات، من 7 إلى 9 انتيبايتيك على القرص او على اللون مالتنا او على البليته. تمام، نجي ورا ما خلينا الانتيبايتيك نحطنها بالحاضنه لمده 24 ساعه.
بعد 24 ساعة راح نلاحظ التالي، الصورة اللي أمامكم. على سبيل المثال راح نجي طبعا نسجل التقرير مالتنا، راح نجيب ورقة مال النتائج، نقسم الورقة إلى جزئين، جزء هي الريزيستنس انتيبايتيك والسسبتبل أو السنسيتيف انتيبايتيك. على سبيل المثال هسه هذه البكتيريا هي الاي كولاي، راح نلاحظ انه الترايمترين مثلا سنسيتيف لهاي للاي كولاي لهاي البكتيريا. شلون عرفناه سنسيتيف؟ تشوفون انه الانتيبايوتيك صار بيه ديفيوجن انتشار يعني بالوسط اللي حوله، وسبب قتل او تثبيط للبكتيريا. تلاحظون هاي الدائره اللي حول الانتيبايوتيك مثلا بالترايمترين. المثال يعني الامبيسيلين مثلا اذا جينا شفنا انه نصف القطر هو 2 ملل مثلا، اخر تحديث مثلا اخر تحديث راح يقول انه 2 ملل راح نعتبرها ريزيست، يعني هو اكو كلير زون بس الكلمات اللي راح تجي يعني على سبيل المثال 3 ملل يقول لك لا 3 ملل هذه افكتيف وتعتبر سنسيتيف للبكتيريا، يعتمد انه هو سنسيتيف تمام والى اخره. احنا ايش راح نسوي؟ راح نكتب التقرير وندزه للطبيب. منها على سبيل المثال هسه نيومايسين، خلينا نقول الفانكومايسين، تشوفون اللي على اليمين اللي فوق سنسيتيف لو ريزيستنت البنسلين الجواب لا سنسيتيف لا ريزيست لا ريزيست بنسلين ريزيست مو الامبيسيلين بنسلين اسفل اليمين والاوبتوكين ايضا ريزيست اوبتوكين البكترياسين ايضا ريزيست راح نسجل هي ريزيست. يبقى اللي كثير زون ما تتغير مثلا الامبيسيلين، نرجع للمصدر مالتنا، نرجع للتعليمات مال وزاره الصحه. شو تقول هسه على سبيل المثال تقريبا 2 ملم نصف القطر مو صحيح 2 ملم زين، هذا التعليمات 2 ملم شو يعتبره؟ يعتبره ريزيست لو سنسيتيف؟ اذا ريزيست او سنسيتيف حسب التعليمات احنا راح نكتبه. اوكي مثلا تراي مثبرين 100% انه هذا سنسيتيف البكترياسين عفوا التتراسايكلين كذلك، الستربتومايسين كذلك، الجنتامايسين كذلك. راح نكتب هذا التقرير وندزه للطبيب. يبقى الطبيب رأي الطبيب هو الأول والأخير في عملية اختيار الأنتيبايتيك المناسب للمريض. على سبيل المثال الجنتامايسين it may be known be side effect مثلا، والمريض مالته يعاني من مشاكل. أوكي على سبيل المثال مثلا بالكلى عنده UTI مثلا وعنده مشاكل بالكلى مثلا زين، فبالتالي راح يتجنب هذا الأنتيبايتيك مثلا استخدام غير انتيبايوتيك، او مثلا عنده مشكله مثلا هو عنده ثروت انفكشن يعني هذا تونسيلايتس مثلا، هو عنده حساسيه من البنسلين مثلا، فاي بنسلين او مشتقاته ما راح يستخدمها، راح يحاول انه يعطيه غير انتيبايوتيك زين والى اخره. فهاي يبقى القرار الاخير في عمليه اختيار الانتيبايوتيك للطبيب تمام. هاي الصوره هنا تبين لنا الخطوات العمل، ان شاء الله راح نشتغلها قدامكم وراح تعيدوها ورانا. انه بالبدايه راح نسوي معلق للبكتيريا، راح نسوي معلق للبكتيريا مثل ما تلاحظون الصوره الاعلى باليسار، بعدين راح نفرشها بطريقه اللون، نفرشها على الكيو البليت، وبعدين راح نستخدم الفورسبس نعقمه وناخذ الانتي بايتيك ونضعه على سطح الكيوب او البليت سوري، وبعدين ورا 24 ساعة راح نقرأ النتائج. واضحة شباب؟ أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال شباب؟ أحد عنده سؤال شباب؟ دكتور سؤال، هو البكتيريا اللي تعطينا إياها إحنا مو قلت نفرشها طريقة نعم. فرش الحصيرة تكون سائلة يعني مثل ما هي مكتوب تست أورجانيك؟ بالضبط المفروض تكون سائلة. اكو خطوة هنا طبعا احنا ما اشتغلناها، اكو فد كيوب اسمه ماكفرلاند كيوب، هذا ايضا يجي ستاندر، هذا طبعا زودنا به مختبرات الصحة المركزية. الماكفرلاند كيوب هذا يقيس نسبة التربيديتي
لكل بكتيريا على اساسه تسوي في المقارنه. تذكرون تيوب بي بالمختبر السابق اللي هو كان كنترول، هاي نفس الفكره، هذا كنترول نستخدمه في قياس التربيديتي مال المعلق اللي عندنا، تمام. بعدين راح نفرشه، تكون ماده سائله احنا بحضرتكم اياها. انت راح تاخذ السواب، كوتن سواب راح تاخذها، تاخذ قليل من البكتيريا هاي السائله وتفرشها، هاي الماده السائله تفرشها على البليت. ورا ما تخلص طبعا لازم يعني تحرق تعقم هذا الكوتن سواب تخلص من عنده. نعم نعم تفضل تفضل شباب، من عنده سؤال؟ الانتيبايتك من الخليعه من البليت خليه بالانتريبيتر، شلون نعرف السوق بعد ثاني يوم؟ شلون راح نلاحظ شنو؟ شلون راح نشوف؟ الانتيبايتكس لانه مو انواع. اي من خليه البليت ثاني يوم يعني ما يصير اختلاف مثلا شلون نعرف؟ اها انت راح تلاحظ انه كل انتيبايتك منطينا رمز، منطينا رمز يعني على سبيل المثال مثلا بنسلين مثلا مكتوب بي اي ان مثلا 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 ازيثروميسين اي زد اي، انت طبعا ايش راح تسوي؟ الانتي بايوتيك اللي استخدمته راح تعزله على صفحه، تمام؟ راح تعزله على صفحه، تمام. اي يعني راح تلاحظ كل ديسك مكتوب عليه مختصر رمز يعبر عن هذا الانتي بايوتيك، ما راح يكون يعني رفلي، ما راح تكون رفلي ان شاء الله. هاي طبعا الطريقه راح تشوفوها تلاحظوها قدامكم وتشاروها بيدكم، فشويه انه راح يعني ان شاء الله راح تكون اسهل، لانه هذا جزء عملي بس احنا لازم مضطرين نعطي جزء نظري. نعم دكتور، نعم دكتور، بخصوص الطريقه مال السواب ذكر نفسك انك ما اشتغل شباب السواب، انت راح شرحت يعني هسه بدك تحكي عن هسه عن هذا التيست؟ انت شرحت لنا بوقتها عنه يعني انه نحط مثلا قطره من السائل اللي فيها بكتيريا و نضع عليهم. لا هاي هنا طريقه مختلفه، هذا التيوب اللي تشوفه قدامك على اليسار راح تجيب سترايل سواب كتب كوتن سواب، اوكي؟ راح تفتحه وراح تخليه بهذا التيوب، هذا التيوب حاوي على البكتيريا معلق بالعربي سسبنشن مال البكتيريا، راح تاخذه تغمس السواب دي وبعدين تجي تفرشه بطريقه الحصيره على كل البليت. انا طبعا راح اشتغله قدامكم، راح اشتغله قدامكم. شباب احد عنده بعد احد عنده سؤال؟ شباب احد عنده سؤال؟ شباب اوكي، احنا ان شاء الله يوم يعني الاسبوع القادم ايضا عندنا كويز. انا يعني امانه انا على مودكم يعني لانه درج حصير، راح تكتب لي اسمك واسم المجموعه مالتك اللي اشتغلوا والانتيبايتك المستخدم. راح نسوي طريقه الاختبار قدامكم يوم ان شاء الله المختبر القادم، راح تستخدم انتيبايتك معينه، اوكي؟ راح تفرشها وتزرعها، تجي ورا 24 ساعة تجي تشوف نتائجك بوجود أحد الأساتذة، راح نعطيك الدرجة، راح نقيمك على أساس شغلك، طريقة توزيعك للأنتيبايتك على البليت، استخدامك للأنتيبايتك، الأنتيبايتك اللي مكتوب على ورقتك، استخدامه، طريقة فرشه، طريقة وضعه، يعني كلهم تقييم كامل راح تاخذ.